أنا ناشد الحكومة أن يشتغلون بمنطقتنا القديمة الميدان الواجهة النهرية. هاي 5 سنين إحنا قاعدين الجوال بذاك الجانب. أنا بيتي وبيت أهلي وبيت أخوي 50 سنة 70 900 بيت مع عمامي وعماتي وخالاتي وقرايبنا وجيراننا كلها واحد. والمحافظ عيعمل الأرصفة والشوارع والجزات الوسطية والمجاري والتبليط والمسارح، يريد يفتح المسرح ومجسرات، ومنطقتنا ما عجب بحثها. ايش السالفة؟ ليش؟ ما نعرف ايش ليش يعني هالشكل. وهسه توهم جود ينظفون الاضرام منا، صار لهم 5 سنين ينظفون الاضرام. سالنا جماعه الاضرام يقول 2 سنين تنظيف، زين احنا 5 سنين ما جو يما، وهسه 2 سنين تنظيف 7 سنين، بدي يعملوها 5 سنين 12 سنه، حتى اللي يعملوا 5 سنين هذا راح يموت ما يلحق علي. ايش ليش؟ حتى اللي يعملوها كورنيش مثل ما يقولون، غير ينطونا التعويض على السريع، قلنا تاخذ فلوسكم وروحوا وما لكم روح عشتين وعملوا ما لنا علاقه بهم. ليش الشكل هاي شغلتنا احنا كنا نسيونا هاكل؟ ما يقول الناس هاي وش حتاكل ايش حتشرب وش عايشين وش بنايمين ايش حل الدهب بهم. احنا مقطط القديمه بالميدان، احنا سكننا ميدان، احنا ما عندنا تعويض نبني، ما طلعنا تعويضات ولا صرفنا تعويضات ولا عندنا جهاز نبني جهازات، يعني ما يخلونا ولا بناء ولا هذا، ما عندنا هم بلاغ البناء، وماكو تعويضات، ماكو بناء نهائيا، ماكو بعمار، ما يخلونا نعمر، واحنا قاعدين بيوت ايجارات منطقه القديمه، احنا مضررين، احنا بذاك الجانب قاعدين بس ايجارات، عم ندفع ايجارات واحنا مكاننا، والحكومه ما عاد تناشد، احنا جد ناشد ماكو شيء، احنا بايجارات قاعدين وهذا الذكر.